ما هو تفسير الآية الكريمة؟ الآية 80 من سورة البقرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تفسير هذه الآية، هي نزلت في اليهود عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد اليهود تقول إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، فإنما هي 7 أيام، أي بالنسبة لليهود عذاب الآخرة هو فقط 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله تعالى في ذلك وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله تعالى بعدها التصحيح، تصحيح كلامهم إلى هم فيها خالدون. أرجو أن يكون هذا التفسير كافيا ووافيا.